ناجحون هواي أبطال أنبياء هواي. شكرا. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم طلابنا الاعزاء، كيف حالكم؟ ان شاء الله دائما بخير. اليوم لقاء خاص مع طلابنا ابطال دورتنا الخاصه المتفوقين المتميزين بنجاحهم وتفوقهم دائما، اللي يرفعوا راسنا وما خيبوا املنا بهم الحمد لله. ويانا خطومه البطله الاولى اللي حققت لنا 100 بالامتحان الوزاري، شو تقدمين كلمه خطومه؟ اول شيء نشكر استاذ وائل، وان شاء الله يعني ما ركز استاذ على هذا الاجتهاد ونبقى هيك مستوانا. شكرا جزيلا، التوفيق. شكرا لك، شكرا حبيبتي. ويانا البطل عبد الرحمن اللي حقق لنا 100 من 100 بالامتحان الوزاري باللغة الإنجليزية العام الدراسي 2018-2019. مشكور يا بطل، شو تحب تقدم كلمة للمتابعين؟ أشكرك أستاذ، وأني راح أرفع على تفوقي وإن شاء الله من الأحسن إلى الأحسن. إن شاء الله يوم تخرجكم من الطبية ونفرح بكم يا أبطال، شكرا جزيلا. ويانا البطل نائل اللي حقق لنا درجة 92، أعلى درجة عدة باقي المواد. هذا البطل اللي تفوق وجد واجتهد وجد حرص وتعب ويانا متابعة أهله وتميزه وتفوقه، الحمد لله نجح من الدور الأول بدرجة كلش حلوة. حبيبنا عاد شو تقدم كلمة؟ أنا نشكر الأستاذ، يعني أنت حيل تعبت ويانا وحيل نشكر. هذا واجبنا، أنت البطل، أنت ما قصرت وترفع راسنا. أنا أشكرك جدا حبيبي، التوفيق. اليوم ويانا بطل الأبطال اللي حقق لنا 100 بالامتحان الوزاري باللغة الإنجليزية ومعدل 99، هذا البطل اللي جد واجتهد وحقق الإنجاز العظيم اللي هو عبر عن تعبنا وياه وما ضيعه، الحمد لله. حبيبي ياسر، شو تحب تقدم كلمة؟ شكرا أستاذ على تعبنا، تعبك ويانا، وإن شاء الله نلقى بعض المراتب. ان شاء الله يا بطل، اليوم اللي اخرجكم بيدي من الطبيه ونفرح بيكم يا بطل، شكرا جزيلا.
ناجحون أوائل أبطال أيوة.